مشاهدينا الأعزاء، أرحب بكم في حلقة أخرى من حلقات سؤال جريء. حلقة الليلة بعنوان: ما هي النصوص المؤسسة لقطع الرؤوس؟ قطع الرؤوس ظاهرة قديمة قدم التاريخ، لكن متى قننت وصارت جزءا من المقدس تصير مسألة خطيرة على البشرية جمعاء، حين يتحول قطع الرؤوس إلى أوامر إلهية صالحة لكل زمان ومكان، وسيرة مقدسة علينا الاقتداء بها. حينها يتحول الأمر إلى كارثة إنسانية على كل إنسان عاقل أن يتصدى لها. اليوم شاهد ويشاهد العالم كله قطع الرؤوس علنا أمام الكاميرات، قطع الرؤوس لتهديد الغرب الكافر ولإرهاب أعداء الله ولنصرة دين الله الإسلام. البعض يقول هذا ليس من الدين في شيء، والبعض يقول هذا هو لب الدين. وبين هذا وذاك تتطاير الرؤوس يوميا في انتظار الحل. هل قطع الرؤوس ظهر فقط مع داعش، أم أننا نسينا التاريخ حتى القريب منه؟ هل قطع الرؤوس مقتصر على داعش، أم أنه سمة غلبت على جماعات إسلامية أخرى؟ بل حتى الجماعات الإسلامية اليوم بينها سجال حول مشروعية قطع الرؤوس، وهل فيه مصلحة للإسلام، وهل يعد قطع الرأس مثلى بالجسد أم لا؟ فهل هناك نصوص تؤسس لهذه الظاهرة وتجعلها من التراث المقدس؟ سأطرح أسئلة كثيرة لكي نصل إلى جواب في آخر الحلقة، فتابعوا معي هذا السؤال الجريء لهذه الليلة: ما هي النصوص المؤسسة لقطع الرؤوس؟ إذن قبل ما أبدأ الحلقة أذكر بكلام السيد المسيح في إنجيل يوحنا، يقول، وهذا ينطبق على عصرنا الحاضر انطباقا كليا، قال: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. فإذا من سمات السارق أنه يذبح ويهلك، وما نراه اليوم هو ذبح وإهلاك للناس وجعلهم لا يساوون شيئا. إذن عنوان الحلقة: ما هي النصوص المؤسسة لقطع الرؤوس؟ وقبل أن نبدأ سأعرض صور طبعا لمختلف عمليات الذبح التي حصلت في السنوات الأخيرة، أهمها ما حصل في 19 أغسطس قبل أيام، ذبح الصحفي الأمريكي جيمس فولي 19 أغسطس على يد واحد من داعش، واحد من الجماعة الإسلامية أو من الدولة الإسلامية في العراق والشام. طبعا هذا الأمر أثار حفيظة الإعلام وكأنه يحصل لأول مرة. طبعا هو منظر بشع ومنظر مقزز وشيء يبعث على كل أنواع الاستبشاع البشرية لا تعبر عنه، كل تعبيرات الاستبشاع لا تعبر عنه. قبله حصل أيضا، نشرت جريدة القدس العربي مواطن من أصل لبناني أسترالي خالد الشاروف يأتي بابنه إلى الدولة الإسلامية ويجعل ابنه البالغ 7 سنوات يحمل رأس أمام الكاميرات مفتخرا بهذا العمل، لأنه بالنسبة له عمل مشرف، لأنه يربي ابنه على الجهاد والقتال ويربيه على الشجاعة وانعدام الخوف. العنوان يقول: جهادي أسترالي ينشر على تويتر صورة لابني وهو يحمل رأس جندي سوري. وهذا الشخص عاش في الغرب. طبعا حتى قاتل الصحفي الأمريكي قال أنه من أصل مصري وعاش في الغرب، عاش في إنجلترا، لكن طبعا الوجود الجغرافي في الغرب لا يمنع الوجود الفكري والعقدي في القرن الأول الهجري.
فهناك أناس تعيش بأجسادها في القرن 21 وتعيش بأجسادها في جغرافية الغرب، لكنها تعيش بعقلية القرن، قرن محمد 14 قرن مضت. فليس العيش الجغرافي في منطقة جغرافية لا يغير الفكر بالضرورة. هناك أناس يعيشون في 1400 سنة مضت، لا زالوا هناك. أيضا في موقع العربية نت هناك تدريب للأطفال على ذبح الأعداء، وطبعا الشعر الأشقر هو يرمز للنصراني الغربي الكافر المرتد، واللباس هذا يعبر عن لباس الدولة الإسلامية، والراية المشهورة راية الدولة الإسلامية، دمية وسكين لتدريب أطفال داعش على ذبح وجز الرؤوس. كل هذا أنا فقط لأقول ما نراه اليوم، لكن لو رجعنا للتاريخ القريب 1996، لأن يعني عملية الذبح لم تحصل مع الصحفي الأمريكي منذ أسابيع، فحصلت مع جماعات إسلامية متعددة. في 1996 المقاتلون الشيشان، المجاهدون الشيشان، ذبحوا الطفل ذو 19 سنة ألكسندروفيتش روديونوف، ذبحوه لأنه مسيحي، 100 يوم من الحجز والتعذيب، وكان يضع صليبا في عنقه، فطلبوه يا إما بالإسلام يا إما سيقتل، فرفض طيلة 100 يوم من التعذيب، رفض أن يعتنق الإسلام، ورفض حتى إزالة الصليب لأنه طلبوا منه إزالة الصليب من عنقه، فرفض هذا الأمر وذبح في 1996 بعد 100 يوم من التعذيب، وذبح وتم قطع رأسه. لم يكن هذا هو الأمر الوحيد، بل أيضا حصل في التاريخ القريب دانيال بيرل في 2002 في فيديو مشهور أطلقته القاعدة، يقول فيه اسمي دانيال بيرل أنا يهودي أمريكي، يعني وطبعا لازم الإشارة إلى اليهودي، فاجتمعت فيه كل مقومات الكفر، أصله اليهودي وأنه أمريكي أيضا، فهو يجمع الصليبية والصهيونية في نظر طبعا الجماعات الإسلامية، نتكلم بهذا المنطق. دانيال بيرل في 2002 تم ذبحه على يد خالد شيخ محمد المسجون الآن عند أمريكا. خالد شيخ محمد من مدبري أو العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001. خالد شيخ محمد هو من قام بفصل رأس هذا الشخص دانيال بيرل أمام عدسات الكاميرا، وتم تسجيله ونشره، وكان تكتيكا معروفا لدى القاعدة. نيك بيرغ في 2004 في فيديو مشهور أيضا، نيك بيرغ كان بزنس مان، يعني رجل أعمال، وحصل على عقد وذهب إلى العراق، وهناك تم اختطافه من طرف تنظيم القاعدة في العراق آنذاك، والذي تلا البيان وقام بذبح نيك بيرغ كان هو أبو مصعب الزرقاوي، هذا في 2004. أيضا لي ريغبي ب 2013 في إنجلترا تم ذبحه على يد مسلمين نيجيريين، وكان جندي بريطاني في واضحة النهار في الشارع، وبحسب شهود عيان كانوا يحاولون فصل رأسه عن جسده حتى يقوموا بنفس الشيء ويعرضوا الرأس أمام الكاميرات، ونشوف أدوات الذبح، أدوات الجزار المسلم. و هذه صورة الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل، واحد اسمه مايكل أديبو والي، والثاني اسمه مايكل أديبو لاجو. طبعا هذا حصل، هذا الشخص مايكل الثاني الذي قام بالذبح وكان أمام الكاميرا هو معتنق للإسلام جديد، من 2003 فقط اعتنق الإسلام، وهذا الأمر يدعو للاستغراب، كيف أن كل هؤلاء
يعني 10 سنين على اعتناقه للإسلام تحول إلى إرهابي، تحول إلى قاتل من أخطر الأنواع. فلو كان الإسلام ليس هو المشكلة، فما الذي جعل معتنق جديد للإسلام يصير إرهابيا؟ كل هذه الأسئلة تدفعنا إلى طرح سؤال: هل هناك نصوص مؤسسة للإرهاب؟ طلع علينا واحد من منظري القاعدة اسمه أبو محمد المقدسي، كان مسجونا في الأردن، وهو من أحد مفكري الإرهاب ومفكري القاعدة. أبو محمد المقدسي مشهور ب يعني تحريضه على قتل الحكام وعلى تكفير الأنظمة وعلى تكفير تقريبا كل الأفكار التي تتبناها القاعدة كان ينظر لها. فطلع وقال بأن ما تقوم به داعش هو نحر وأنه يسيء للإسلام إلى آخره. فردت عليه داعش أو رد عليه منظر داعش، قالوا: سبق أنك دافعت عن قطع الزرقاوي للرؤوس وحزه الرقاب، وهذا موجود في CNN العربية بتاريخ 18 أغسطس. المقدسي كان يدافع عن الزرقاوي لما ذبح الأمريكي نيك بيرغ أمام الكاميرات، دافع عنه، لكن لما قامت داعش بنفس الشيء صار يدين هذا العمل. وهو هل هو تحول أم حلال على القاعدة وحرام على داعش لا ندري، أم هو حوار للمصلحة، لأن مصلحة الإسلام الآن تقتدي أن ندافع عن صورتي أمام العالم، لأنه أحيانا يدافع بعض المسلمين دفاع مصلحة لا دفاع اقتناع، ليس لأنه ذبح الرؤوس وقطع الرؤوس غير مقبول لديهم قناعة، لكن لأنه ذبح الرؤوس الآن لا يخدم مصلحة الإسلام فينبغي أن ندين هذا العمل، هذا العمل أمام الكاميرات وأمام الإعلام، دفاع مصلحة لا دفاع اقتناع. فرق بين دفاع الاقتناع ودفاع المصلحة. وأعتقد أن أبا محمد المقدسي يقوم بدفاع مصلحة. وقد أوردت جريدة الأنباء الكويتية: المقدسي مهاجما داعش، أنتم قتلة ودباحون كرهتم الناس بالدولة الإسلامية والخلافة وداعش. لاحظ أن السبب أنكم كرهتم الناس، ابتدأ الناس يكرهون، فلذلك مصلحتنا تقتضي أن نتوقف عن الذبح. لكن داعش ترد: سبق وأن دافعت عن قطع الرؤوس وحز الرقاب. لو عدنا لخطبة التي أوردها أصحاب داعش لأبي محمد المقدسي أيام زمان، أيام ما كان يدافع عن الزرقاوي، ماذا قال في الخطبة التي أوردتها المواقع الجهادية المدافعة عن داعش أو التابعة لداعش؟ قال: أنا مضطر في هذه الخطبة أن أنزل إلى مستوى هؤلاء، فأنزل عن السلم درجات لكي أخاطبهم على قدر عقولهم وعلى مستوى أفهامهم، فأقول إن حز الرؤوس من ديننا، أي والله إن ذبح أعداء الله من ديننا، فمع مراعاة مصلحة الأمة ومنفعتها والتوقيت المناسب والسياسة الشرعية والخطاب الملائم. فإذا هي مسألة مصلحة، قد يكون حز الرؤوس فيه مصلحة في وقت معين وقد لا يكون، ليس اقتناعا بأن حز الرؤوس يعني قطع الرؤوس ليس أنه مبدأ ينهى عنه الإسلام، لكن نطبقه بحسب المصلحة وبحسب الظروف. ثم يمضي بحسب خطبته ويقول إن حز الرؤوس هو من هذا الدين، والذبح والقتل أعداء الله هو من هذا الدين، كما جاء في سيرة سيد المجاهدين، يقصد محمد، وكما قرره عليه الصلاة والسلام في جهاده ودعوته لقومه. إذن بحسب المقدسي أبي محمد، بحسب أبي محمد المقدسي، هو يقول أن الذبح وقطع الرقاب هو جزء من الدين الإسلامي، وأننا أخذناه من السيرة النبوية ومن الجهاد ومن الغزوات ومن دعوته لقومه. هو يؤصل لهذه المسألة. إذن لو عدنا للسؤال الرئيسي وقسمنا هذا السؤال: هل يوجد في الإسلام ما يشجع على ذبح الكفار؟ وهل يوجد في الإسلام ما يحث على قطع الرؤوس بالضبط على الطريقة؟ يعني هناك الذبح
ذبح الكفار بصفة عامة بأي طريقة، وعلى قطع الرؤوس كطريقة معينة وإظهارها للناس وهذا الأمر. فإذا هذه هي الأسئلة التي ينبغي أن نسألها. كل الناس يقولون ما تقوم به داعش وما تقوم به الجماعات الإسلامية لا يمثل الإسلام، لكن هذا مبدأ قام به الشيشان، المسلمون المجاهدون الشيشان، قامت به القاعدة على أعلى قياداتها، قام به مسلمون في الغرب في إنجلترا، قام به يعني هو أمر يتكرر، وقام به محمد قبل ذلك، وقام به الخلفاء في الخلافة، وقام به رموز الإسلام على مر التاريخ. فإذا لماذا نحاول أن نتهرب ولماذا لا نربط بين النصوص وبين الأفعال؟ لأن النصوص أكيد تنتج عنها أفعال. نبدأ بأول شيء، طبعا دستور الجهاديين هو القرآن، القرآن وضرب الأعناق. يقول إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم في معركة بدر فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. في الأنفال 12 اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. كالعادة آتي بالتفسير، آتي بأقوال الشيوخ، آتي بالحديث، وآتي بالسيرة، والتطبيق هو في القرن 21. قرآن، تفسير، حديث، سيرة، والتطبيق، خمس أشياء. ومع ذلك يتهرب بعض المسلمين ويقولون هذا ليس من الدين في شيء. أول شيء سأريكم فيديو لأحد الإرهابيين يشرح هذه الآيات لأتباعه في جلسة تعليمية في العقيدة وفي بالضبط في الجهاد بناء على هذه الآية، ويشرح لهم كيفية ضرب الأعناق. نشوف الفيديو. قال أحسن قتله، نعم أحسن قتله، ونذيقه وبال أمره. ما بي؟ ليس في هذا المبيض، ليس هاهنا، ليس في الذبح، ليس في الذبح يا طيب، ليس في الذبح. قال فضرب، ما قال ضربه، يعني تجيب السيف وتحط راسه كذا تبدأ تسلى فيه. ما ذبح رجع، بقي خليه رجع، خرج من دم، لا رجع السكين خليه. فضرب الرقاب ضرب حتى يذوق وبال أمره. قال وهو حز العنق، حز لذة. يقول القرطبي وهو حز العنق ليس قطع، انتبه حز. لاحظوا أن الشيخ يتلذذ بتمثيل عملية الذبح، ويقول أنه لازم الواحد يتلذذ بالذبح، ويعتمد على كلام القرطبي وعلى القرآن وعلى أحاديث أخرى سنراها في هذه الحلقة وفي جلسة تعليمية خاصة. فإذا الذين يقولون أن القرآن لا علاقة له بما يحصل، كيف تفسرون هذا الربط من الجهاديين أنفسهم؟ كيف تفسرون؟ لماذا اتفق المسلمون في كل القارات على أن القرآن يعلم طرق الجهاد وطرق ممارسة القتل؟ لماذا؟ لماذا هذا الانتشار لنفس الفكر في بريطانيا، في الشيشان، في العراق، في سوريا، في كل مكان تواجد فيه الفكر الإسلامي؟ لو كان هذا لا يمثل الإسلام، كيف نفسر انتشار هذا الفكر في كل منطقة وجد فيها الفكر الإسلامي؟ طبعا الذين يدافعون ينبغي أن يجدوا جوابا لهذا الأمر. خلينا نذهب إلى التفسير.
الآية التي ذكرتها في الأنفال 12 يفسرها الطبري، تفسير الطبري للأنفال 12 عن المسعودي عن القاسم قال: قال رسول الله: إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله الذي هو النار، إنما بعثت لضرب الأعناق وشد الوثاق. طبعا الواحد سيبدأ يتفلسف في درجة صحة الحديث. أنا أقول لك عندما أقرأ القرآن كمسلم سأذهب للتفسير، اعتبرني مسلم أريد أن أفهم هذا الكتاب. وجدت آية تقول لي: إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. أريد أن أفهم ما معنى اضربوا فوق الأعناق. فتحت تفسير الطبري، أول ما فتحت تفسير الطبري قرأت عن المسعود عن القاسم قال: قال رسول الله: إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله، إنما بعثت لضرب الأعناق وشد الوثاق. فإذا أنا أتعلم كمسلم أن هذا هو تفسير الآية. أما التقنيات وهل هذا الحديث وماذا قال فيه المحدث الفلاني وماذا قال فيه المحدث الفلاني، يعني شيلوا هذه الأحاديث من أمام الناس، لا تتركوها للناس، هي تباع في كل منطقة في العالم وتعلم هذه الأمور. حددت، ويقول يمضي الطبري في شرح هذه الآية، يقول: حددت عن الحسين بن الفرج، طبعا يعطي السلسلة، قال: سمعت أبا معاذ قال: حدثنا عبيد بن سليمان قال إلى آخره. فاضربوا فوق الأعناق يقول: اضربوا الرقاب، يعني اقطعوا الرقبة. الطريقة الإسلامية للقتل هي قطع الرقبة، وهذا موجود. واحتج قائل هذه المقالة بأن العرب تقول: رأيت نفس فلان، بمعنى رأيته. قالوا: فكذلك قوله فاضربوا فوق الأعناق، إنما معناها فاضربوا الأعناق، فاضربوا الأعناق، أطيروا، يعني أطيروا العنق، الرقبة. نمضي في نفس التفسير، تفسير الطبري. وقال آخرون، هذو كلهم علماء الإسلام، لاحظوا تفسير الآيات هو قريب جدا، بل معنى ذلك فاضربوا الرؤوس، يعني اضربوا الأعناق، اضربوا الرؤوس. فاضربوا فوق الأعناق معناها فاضربوا الرؤوس. عن عكرمة: فاضربوا فوق الأعناق، قال: الرؤوس. وأما قوله واضربوا منهم كل بنان، فمعناه اضربوا أيها المؤمنون من عدوكم كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم. والبنان جمع بنانة، وهي أطراف أصابع اليدين والرجلين، أطراف أصابع اليدين والرجلين، يعني اضربوا رؤوسهم وأطرافهم. هذا هو تفسير الآية، فاضربوا فوق الأعناق، هذا أمر إلهي في القرآن للمسلمين أن يقوموا بقطع الرؤوس. سيقول قائل: لا، هذا في الحرب، يعني هناك شرط، شرط أن تكون هناك حرب. طيب، عندما داعش تعتبر نفسها في حرب مع الكفار، مع المرتدين، مع الجيش النصيري كما يقولون، مع الشيعة، مع فلان، مع علان، إذن شرط الحرب يتوفر هو أيضا داخل في المعركة، هم في حرب مع الأمريكان. إذن قطع رأس الصحفي الأمريكي بحسب نصوص القرآن صحيح إسلاميا، صحيح إسلاميا، له ما يؤيده، شرط الحرب متوفر. فإذن حتى الذين يشترطون الحرب لن يجعلوا هذا الأمر غير موجود، هو موجود. القاعدة تعتبر نفسها في حرب مع الغرب الكافر ومع الصليبيين ومع اليهود ومع يعني الكفار ومع المرتدين ومع العملاء كلهم، كل الجماعات الإسلامية تعتبر نفسها في حرب. فشرط الحرب لا يغير شيء، حتى لو قلت بشرط الحرب لا يغير شيء. هل داعش لا تعتبر نفسها في حرب مع أمريكا؟ فإذا الذين يدافعون ويقولون هذا ليس من الإسلام أعتقد لا يعرفون القرآن، لا يعرفون القرآن، أو يتجاهلون هذا الأمر، أو يريدون أن يغضوا الطرف عن هذه الآيات الواضحة. نفحص شيء آخر، تفسير ابن كثير.
شفنا تفسير الطبري، نفتح تفسير آخر، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أي اضربوا الهام ففلقوها واحتزوا الرقاب. لاحظوا أنه الإرهابي كان يقول الاحتزاز، يعني حز الرقاب وليس قطع، حز يقول حز، واحتزوا الرقاب فقطعوها وقطعوا الأطراف منهم وهي أيديهم وأرجلهم. وقد اختلف المفسرون كالعادة في معنى فوق الأعناق، فقيل معناه اضربوا الرؤوس قاله عكرمة، وقيل معناه فوق الأعناق أي على الأعناق وهي الرقاب. يعني الفرق هل هو الرقبة أم الرأس، يعني بضع سنتيمترات هي اختلاف المفسرين. لاحظ أنه يختلفون في أشياء لا تافهة أحيانا، يعني إيه الفرق يعني تضرب العنق أو تضرب الرأس، مع نفس النتيجة في الأخير، أنت تقتل شخص. لا، لازم نختلف هل هو العنق أم الرأس. لا، في اختلاف طبعا، لازم نناقش هذا الأمر. يعني وكأن الشخص سيختلف أمر الصحفي الأمريكي إذا ضربت عنقه أم طيرنا رأسه، سيختلف الأمر طبعا. وهذا هو الخلاف الموجود في هذه الآية، ليس على مبدأ القطع في حد ذاته. شوف صورة أخرى، هذه الصورة من الأشياء العجيبة فيها اسمها سورة محمد. سورة محمد آية 4، سورة مين؟ سورة محمد. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. نحن الآن فشدوا الوثاق، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أول شيء ضرب الرقاب، حتى إذا أكثرتم القتل فشدوا الوثاق، يعني قوموا بالأسر، إذا أكثرتم القتل ابدأوا بأسرهم، ابدأوا بأخذ الأسرة، لكن أول شيء ضرب الرقاب. ضرب الرقاب كما رأينا هي قطع الرؤوس. هنشوف شيخ آخر، من عادتي أن أضع يعني استدلال من التفسير واستدلال من التلفزيونات التي يظهر عليها المشايخ. كانت هناك قناة اسمها قناة الناس، كان يظهر عليها شيوخ كثيرون من أمثال دكتور صفوت حجازي، سيتحدث عن ضرب الرقاب وقطع الرؤوس، وهل هو من الإسلام أم ليس من الإسلام. سيدنا علي بن أبي طالب وهو يودع سيدنا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة يقول لهم إيه؟ بقول لهم اخرجا فقاتلا في سبيل الله وقاتلا بما يصر به جدكم، قاتلوا بما يصر به جدكم محمد صلى الله عليه وسلم، وإن استشهدتما اللي يستشهد منكم فأقرئوه منا السلام. تخيلوا أب بيقول لأولاده كده، بيقول لابنه الحسن والابن الحسين، بيقول لهم اخرجوا قاتلوا وفرحوا جدكم، خليه يصر بيكم القتال اللي يصر بيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا متم شهداء أقرئوه منا السلام. هذه رواية. في رواية يقول لهم سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: شرف بني هاشم بين أيديكم فإياكم أن تخزلونا، فإياكم أن تخزلونا، وكونوا مقطعي رقاب وضاربي أيدي، فكونوا مقطعي رقاب وضاربي أيدي، فإن انخزلتم فلا أرين وجوهكم. لو انهزمتم وانسحبتم وانخزلتم مش عاوز أشوف وشكم، كونوا قاتلوا شرف بني هاشم بين أيديكم، قاتلوا على شرف بني هاشم، بيحفزهم ويحمسهم. وهنا في مثل هذه المواقف التذكير بالعشيرة وبالمجد مطلوب، وكونوا مقطعي رقاب بيعلمهم فاضربوا فوق الرقاب،
اقطعوا الرقاب، لما تقاتلوا اقطعوا الرقاب أو مقطعي أيدي أو اضربوا الأيادي، بيعلمهم إزاي يقاتلوا. إذن فرحوا جدكم، فرحوا الرسول بالقتال. القتال هو الشيء الذي يفرح به محمد، يسر به. وكونوا مقطع رقاب. وعلى لسان دكتور صفوت حجازي يقول أنه علي أوصى ابنيه الحسن والحسين كونوا مقطعي رقاب. إذن وهذه هي الوصية حتى على لسان الشيوخ وعلى القنوات، وموجودة فتاوى على الانترنت، موجود أحاديث في الكتب، موجود في التفسير، موجود في آيات القرآن، أينما شئت ستجد قطع الرقاب. حتى أنه كتاب كتبوا أنه تاريخنا وقطع الرؤوس. تركي الدخيل أعتقد كتب مقال في 2002 على ما أظن اسمه تاريخنا وقطع الرؤوس، تاريخ الإسلامي. ومع ذلك الآن يقولون لا علاقة للإسلام بقطع الرؤوس، لا علاقة له، رغم وضوح التفاسير ووضوح الشيوخ ووضوح الأحاديث ووضوح السيرة ووضوح كل هذا الأمر. مع ذلك نحن أمة نتقن أن نكذب علنا حتى رغم وجود الأدلة أمامنا. نطلع ونقول ما هو كان أيام زمان، أيام صدام حسين، كان يطلع الصحاف على مرأى من الكاميرات ويقول نحن انتصرنا، فيش مشكلة. يعني نحن شعب نتقن الكذب إعلاميا، رغم ونتكلم عن المنطقة ككل، المنطقة منطقة الشرق الأوسط والشعوب الإسلامية، عندما أقول نحن لأن أنتمي إليها ثقافيا. فإذا نطلع ونقول رغم وجود الآيات في القرآن ووجودها في التفاسير ووجودها في الأحاديث ووجودها على كلام الشيوخ ووجودها في الكتب عفوا، رغم ذلك نقول غير موجود إطلاقا، لا علاقة للإسلام بهذا الأمر. نذهب إلى تفسير ابن كثير في تفسير سورة محمد الآية 4، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وقال فضرب الرقاب ولم يقل فاقتلوهم. لاحظ أنه ابن كثير يقول أنه فضرب الرقاب ولم يقل فاقتلوهم، لأن في العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل، لما فيه من تصوير القتل بأشنع صوره. يعني القرآن تعمد أن يضع ضرب الرقاب ولم يقل فاقتلوهم، لأن في العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة، وفيه تصوير القتل بأشنع صوره، وهو حز العنق وإطارة العضو. إطارة يعني نطير، إطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه، تفسير القرطبي. أما ابن كثير فيقول، عفوا هذا كان تفسير القرطبي، ابن كثير هنا، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب أي إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف، حصاد. حتى إذا أثخنتموهم أي أهلكتموهم قتلا فشدوا الوثاق أي الأسارى الذين تأسرونهم. ما فيش وضوح أكثر من هذا الأمر. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. نأخذ الأخ محمود من العراق، أهلا بك أخي محمود، تفضل. ألو، مساء الخير. مساء النور، كيفك أخي؟ أشكرك على البرنامج الجميل. الله يخليك، أشكرك أخي، تفضل. أنا أول شيء حاب أصلي معك. أهلا وسهلا، أنت مسلم وتريد أن تصلي معنا على الهواء حتى تصير مسيحي؟ نعم أكيد. طيب، بالفخر. الله يخليك. احكي لي بالأول، ما الذي دفعك إلى هذا القرار؟ أنا قبل حوالي شهرين أو أقل، يعني فجأة لوحدي
يعني بلشت أدخل على مواقع المسيحيين عبر الفيسبوك وعبر الصفحات الفيسبوك، ودخلت على جروبات، وبعدين بلشت أنزل الكتاب العهد الجديد الإنجيل. نعم. وبلشت أصلا يعني باختصار، فكل شيء صار فجأة، وأنا أصلا يعني متفاجئ إنه أنا كيف عملت هيك. وهل توصلت إلى فرق واضح بين إيمانك القديم وإيمانك الجديد بين الإسلام والمسيحية؟ ما هو هذا الفرق؟ أنا مش غرضي الامتحان بقدر ما غرضي إنه إنك توضح لناس تانية. لا أكيد لازم نوضح للآخرين يا مستمع. يعني أنا وصف لك الحالة كيف أنت يعني مكان مسجون وتطلع من السجن، هذا الفرق. تكون مسجون وتطلع من السجن، هذا الفرق، يعني الفرق شاسع جدا. نعم. وهل هناك راحت بمسألة العنف؟ أنا أتكلم اليوم عن قطر، وهل لاحظت أنه فرق كبير بين تعاليم المسيح في هذا الأمر وبين تعليمك القديم؟ أكيد أقول في المسيح يعني أنه المسيحي ما بيصير يروح على الكنيسة لا حدا زعلان منه كيف ذا قتل، لأنه كان يعني حل كل شيء. فرق شاسع يعني كبير. طيب أخ محمود، أنا يعني شرف لي أصلي معك على الهواء، لكن أنا بما أنك جديد أنا أشرح لك بعض المبادئ البسيطة. أولا، ليست الكلمات هي المهمة عند الله بقدر ما هو القلب، اتجاه القلب. فإذا أنا سأقول أنا يعني تركت الشغل وتركت الشيء من سنة بس لهذا الشيء يعني. نعم. يعني أحاول أدرس. نعم. لكن أنا أوضح لك فقط أنه المهم هو إيمانك في القلب، لأنه الكلمات التي سترددها ورائي ليست يعني كلمات سحرية تغير الإنسان، لكن هو ما يحصل في قلب الإنسان. أنا مؤمن أنه أخي، أنا مؤمن أنه دين المسيح هو الأفضل، ومؤمن أنه هو ديني. نعم. ويعني أنا أي شيء يقول عليه أنا مستعد. طيب أخي محمود، ردد ورائي، ومعنا مئات الآلاف إن لم أقل ملايين من الناس يشاهدون الآن، يعني ردد معي وقل له أمام الجميع: يا رب أنا أشكرك من أجل محبتك لي. يا رب أنا أشكرك من أجل محبتك لي. يا رب أشكرك لأنك أحببتني إلى المنتهى. يا رب أنا أشكرك لأنك أحببتني إلى المنتهى. يا رب أشكرك لأنك علمتنا المحبة. يا رب أنا أشكرك لأنك علمتنا المحبة. وأشكرك على الصليب لأنه كان رمز قمة المحبة. وأشكرك على الصليب لأنه كان أمس قمة المحبة. وأشكرك على الفداء لأنه كان عربون على هذه المحبة. وأشكرك على الفداء لأنه كان عربون على المحبة. أشكرك يا رب من أجل أنك فتحت عيني. أشكرك يا رب من أجل أنك فتحت عيني. ونورت قلبي. ونورت قلبي. وأعطيتني حياة جديدة. وأعطيتني حياة جديدة. أعطيتني حياة جديدة بعمل المسيح لا بمجهودي. أعطيتني حياة جديدة بعمل المسيح لا بمجهودي. لا بمجهودي. يا رب أنا أقبلك مخلص لحياتي. يا رب أنا أقبلك مخلص لحياتي. وأقبل ابنك يسوع المسيح. وأقبل ابنك يسوع المسيح. باسم المسيح آمين. باسم المسيح آمين. أخي إذا ممكن. نعم. أنا حاب أهدي مقطع من قصيدة إلى الموسيقى لو سمحت. قصيدة؟ مقطع من قصيدة إلى تفضل تفضل تفضل. يعني لو سمحت. تفضل تفضل على راسي وعيني. ممكن؟ تفضل. تسلم. ما عندنا مكان جروح عندنا هواي، وخلص صبرنا والجرح شيد،
ولا عندنا قائد يعمل المعروف، بس عندنا ابو اسكندر الطيب يسوع ربنا الجد حاربون عليه، ما تنكنا بيهم الشيطان على سماك العيب. المقابر ما تهم العدد تاخذ هواي، والنبي اللي يبقى في الاجتماع في الخير العاصفة لو هبت ما تهز جبال، وما يهم اللي يحكي ابن الزنس كم طفل سيد. وقول المسيح وافتخر نبو عليه الشاهد لعوفة بلاي أسباب ما يحتاج شاهد، قلبه بيد يحب يسوع شاهد، أحب محبة نفسه اليوم دي. شكرا أخي، أخذت من وقتك. العفو، هل ممكن ترجم لي الكلمات لأنه ما فهمتها جيدا، كانت بالعراقي، لو تعطيني نبدا عليها. يعني معناها ما عندنا مكان زوم هو، يعني خلال هاي السنين زمتنا هو، يعني ما عندنا مكان والصور نخلص والزنا الشيب، ما عندنا قاعدين من المعرف، يعني بالعراق ماكو إنسان اللي يقود العراق بشكل صحيح ويعمل صحيح، بس عندنا أبو اسكندر الطيب، أقصد أبوه يعني يسوع. كثير طيب يسوع ربنا زيادة حاربونا، يعني يسوع كلها ضده، ما كان يكن بيوم الشيطان زياد يعني حاول يسن على طول الناس، بس يعني ما فات. المقابر ما تهم العدد تاخذ هواي، يعني ما تبغى تاخذ عدد كبير. النزل يبقى نزل. نعم. أشكرك أخي محمود، وأتمنى أنك تتصل بأي مجموعة قريبة منك، لأنه أنا بعرف أنه الوضع خطير عندكم في العراق، وتحافظ على نفسك. أنا ساكن. ما تقول المكان، مش حابين. بس أنا من قلب المسلمين، يعني أنا فاهم. ربنا يحفظك. وخلي بالك من نفسك، يعني إحنا يهمنا إنه تكون في يعني في أمن وأمان. آمين آمين. أشكرك أخي، أشكرك. عنا شوان من كردستان أيضا، تفضل. الو، مرحبا. مرحبا، تفضل. ازيك استاذ رشيد؟ ايه معي على الهواء، تفضل. ازيك انت؟ والله احنا ما ادري لهجتي قويه، لو اني كردي ما اعرف اتكلم عربي. انا احاول قدر الامكان، ولهجتك لحد الان مفهومه. ترى مقوله مقوله عربيه يقول إن التاريخ يعيد نفسه. صح صح. نفس التاريخ الإسلام حتى انطبق بالإيزيديين من شنجال بنت الإسلام العراق. نعم والله صدقني. لما أخذت لما بدوا الإسلام أمثال خالد بن وليد، عثمان بن عفان، ما أدري إيش هذولا همجية، لما جاءوا باسم افتتاح الإسلام قتلوا كل الأكراد، قتلوا أطفال وأخذوا نسوان مال الأكراد. صح. وحتى هسه نفس الموضوع انطبق علينا بالإنجليزي بالشنغال، قتلونا وأخذوا 700 والمرأة مالتنا. لكن أنت الآن أخ شوان، هل أنت مسيحي أم كنت مسلم وصرت مسيحي؟ يعني ما القصة؟ أريد صراحة؟ والله يعني محير، أنا مسلم بس هسه أنا محير، ما أدري يا هو صحيح. لا ما تتحير، الـ الـ يعني الـ الأمور واضحة، الأبيض أبيض والأسود أسود. أنا محير هسه، أنا مسلم بس أنا هسه محير بصراحة، يعني الإسلام قتلونا أنفلونا، يعني كل شيء كل أساسوا علينا، وأني أنا أنادي أمريكان ودول غربية لا تدعوا أسلحة لبيد العرب، لأن العرب إذا بيدهم أسلحة لأنفلوا كل العالم. وأنفلون هسه ما أدري يعني شنو إحنا، يعني العرب شنو؟
لكن لكن أعتقد أن المشكلة هي في الدين، يعني وللأسف الغرب لا يفهم الدين الإسلامي بما يكفي، ويعتقدون أنه فهمهم للتكتيكات وللسياسة يكفي لفهم المنطقة، لكن أنا أقول فهمكم للدين هو الذي سيساعد في فهم المنطقة وليس في السياسة. حبيبي أخ راشد وياي أنت؟ يا أنا سامعك سامعك. حبيبي يا أحمد، إحنا شعب مسالم، إحنا أكراد. أنا فاهم. ديننا ديننا دين الزردشتي، دين الزردشتي دين السلام. وحبيبي هم نفس الشيء، إحنا هسه متحيرين، العرب شيردون من عالم. ونادي من قناتكم لا تدعوا أسلحة إيد العرب من السعودية والقطر والكويت والمعزيش، لأنه إذا بي العرب القوة والسلاح لا ينفلون كل العالم. نعم. طيب الآن يعني الآن لو تركنا هذا الأمر على جنب، ما رأيك، يعني هل أعطيت نفسك لقراءة تعاليم المسيح اللي هي تعلم أصل الأشياء فيها أن الله محبة، وأنه ممكن نلخص كل الوصايا في وصيتين، تحب الله وتحب القريب، يعني هذا هو لب الرسالة المسيحية، محبة الله ومحبة الإنسان. معك هذا كله معك، وهذا ما ننادي به، يعني احنا ما عندنا اي شيء غير هذه الرساله، يعني الرساله المسيحيه هي انه الله محبه والانسان مطالب بان يحب كل الناس ويحب الله، فاذا هل تقبل هذه الرساله؟ المفروض انه كل واحد فينا يتبنى هذه الرساله، لانه ما فيها عيب انه نقول للناس الله محبه. واقع، هذا واقع، بس احنا نريد الكل يعني ما ادري شلون، يعني الكل يعني يعترف بهذا الواقع. صح. بس تدري شنو، احنا الاكراد بالاجبار يسوون الاسلام، بالقتل ذبح بالسيف يسوون الاسلام، لكن الان الامور اتضحت، بامكان الاكراد ان يختاروا طريق اخر. احنا طريقنا طريق السلام، لو يساعدنا المجتمع الدولي الغربي والإنسان، احنا مظلومين العرب والاكراد. نعم، وانا متاكد من هذا الامر، لان الاكراد دائما يدافعوا عن مصلحتهم الوطنيه اكثر من تشبتهم بالدين الاسلامي. انا اعرف لي اصدقاء اكراد واعرف هذا الامر منهم. صحيح، اذا لا عرض لك لا شرف لك، لا وطن لك، لا احنا ليس لدينا وطن. صح. طيب انا اشكرك، واعتقد المكالمه راحت على اي حال، فاتمنى انه خليني نكمل شوية فقط بعض المعلومات الأخرى ثم نعود لأخذ المكالمات. قطع الرؤوس الهدف منه التخويف أيضا، الهدف منه التخويف، لأنه قطع الرؤوس والبروباغندا الإعلامية التي قامت بها داعش وقامت بها القاعدة من قبل وقام بها الناس الذين صوروا القاعدة في باكستان أو القاعدة في العراق على يد الزرقاوي، كان الهدف منها التخويف أيضا. وهذا موجود في القرآن، عنصر التخويف موجود في الأنفال 57، يقول فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون، فإما تثقفنهم في الحرب، يقول ابن كثير أي تغلبهم وتظفر بهم في حرب، فشرد بهم من خلفهم يعني نكل بهم التنكيل. قاله ابن عباس والحسن البصري والضحاك والسدي وعطاء الخرساني وابن عيينة، ومعناه غلظ عقوبتهم وأثخنهم قتلا ليخاف من سواهم من الأعداء من العرب وغيرهم. يعني اعمل أقصى شيء في العقوبة
حتى يخاف الآخرون. هذا مبدأ إسلامي موجود في الأنفال 57. اعمل فإما تثقفنهم في الحرب، يعني لما تغلب، يعني لو أخذت أسير أمريكاني بريطاني أي شخص اذبحه بأبشع طريقة حتى تخيف الآخرين، حتى لا يتجرأ أي حد ويقوم بمعارضتك. وهذا تكتيك إسلامي منذ عهد محمد، التخويف، التنكيل للتخويف. ما هو هدف القطع أيضا قطع يد السارق حتى تشوف أبشع شيء، والرجم حتى تشوف أبشع شيء، ويعتقدون أن هذه الطريقة المثلى لتخويف الآخرين. نقوم بأبشع شيء، فالذبح أمام الكاميرات الهدف منه الترويع. أيضا السيرة النبوية، السيرة النبوية لابن هشام، أتمنى من أي شخص موجود على الإنترنت، لو أنت مسلم والآن أمام خيارات صعبة وأمام من يقولون هذا من الإسلام وهذا ليس من الإسلام، أنا أطلب منك خد يعني ساعات من عمرك، ساعات يعني كلها حتكون ساعات، اقرأ السيرة النبوية لابن هشام. أقدم سيرة موجودة لدى المسلمين لمحمد الآن هي السيرة النبوية لابن إسحاق التي كتبها ابن هشام منقحة ابن هشام. اقرأ السيرة، موجودة أحيانا في مجلدين أحيانا في أربعة بحسب الطبعات، واقرأ إنجيل لوقا مثلا، سيرة المسيح كما جاءت في إنجيل لوقا والسيرة النبوية، ولا تسمع كلامي ولا تسمع كلام أي شيخ، واخرج أنت بالنتيجة. هل العنف والقتل وقطع الرؤوس جزء من سيرة محمد؟ وهل العنف وقطع الرؤوس جزء من سيرة المسيح؟ أترك لك الجواب. قم بهذا التمرين مرة في حياتك، ستعفي نفسك والعالم أجمع من مصائب كثيرة. يعني قارن بين سيرتين. نذهب إلى السيرة، سيرة ابن هشام، صفحة 635 في بعض الطبعات، لكن ممكن تجدوها في طبعات مختلفة بحسب التبويب، لكن ستجدونها تحت معركة بدر. في معركة بدر نقرأ في السيرة أنه قال ابن إسحاق: زعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود كان يقول قال لي، يعني أبو جهل واسمه أبو الحكم لكن لأنه كان معارض لمحمد اسمه أبو جهل، قال لابن مسعود: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. لأن ابن مسعود كان راعي غنم، يعني إنسان بسيط لا مكان له في المجتمع، فقال له وكان انضرب أبو الحكم. قال: ثم احتززت رأسه ثم جئت به رسول الله فقلت: يا رسول الله، هذا رأس عدو الله أبي جهل. قال: فقال رسول الله: الله الذي لا إله غيره. قال: وكانت يمين الله، إلى غير ذلك. ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله فحمد الله. في السيرة النبوية لابن هشام نقرأ أن ابن مسعود حز رأس أبي الحكم وأتى به لمحمد. بعض العلماء اختلفوا في صحة الرواية وجلسوا يناقشون هل صحت مسألة الإتيان بالرأس أم صح فقط مسألة القطع. غالبا اتفقوا على مسألة القطع واختلفوا فقط في مسألة الإتيان بالرأس لمحمد. بين هذا وذاك المسلم الذي يقرأ السيرة مسلم بسيط ليس له الأدوات ليعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف من الحديث الذي كذا وماذا قال العلماء، هو يقرأ سيرة محمد وما جاء في السيرة يقول أن محمد جاءه ابن مسعود برأس أبي جهل الذي هو أبو الحكم. فإذا ماذا سيفعل المسلم إذا أراد تقليد السيرة؟ أن هذا الأمر أقره محمد بحسب، والكتب تباع الآن في مكتباتنا، تدرس في مدارسنا، تباع في المعارض، نقرأها من غير رقيب ولا حسيب. إذن يدرسون أن هذا الأمر مفخرة لنا، أن ابن مسعود أتى برأس أبي الحكم وألقاه أمام، وهذا أمر مفخرة لأنه رأس الكفر.
فإذا لو قامت الجماعات الإسلامية بذبح واحد أمريكاني وأمريكا هي رأس الكفر وهي الشيطان الأكبر وصوروا هذا الأمر، فهم يقلدون ما جاء في السيرة النبوية. مسألة قتل المئات في خندق مثلا، رأيناها على تصفية المئات من قطعان، يقولون الجيش الصفوي الفارين من المعارك، يأتون بهم جماعات، جماعة تلو الأخرى في خندق ويقتلونهم. ترى من أين أخذوا هذا النموذج؟ الناس فكرة أن الجماعات الإسلامية ليس لها عقيدة قتالية، عقيدتها موجودة في السيرة النبوية. هم يبحثون عن النماذج في السيرة ويطبقونها بالحرف على أرض الواقع. في السيرة النبوية نجد محمد في غزوة بني قريظة، أن نشوف العنوان مقتل بني قريظة، قال ابن إسحاق: ثم استنزلوا فحبسهم رسول الله بالمدينة، يعني بنو قريظة، في دار بنت الحارث، امرأة من بني النجار. ثم خرج رسول الله إلى سوق المدينة التي هي سوقها اليوم، يقول ابن هشام، فخندق بها خنادق حفر، ثم بعث إليهم، لمين؟ لبني قريظة، رجال بني قريظة، فضرب أعناقهم في تلك الخنادق، يخرج بهم إليها أرسالا، أرسالا يعني مجموعات، وفيهم عدو الله حيي بن أخطب، وهم 600 أو 700، والمكثر لهم يقول بين 800 و 900، يعني ما بين 600 على أقل تقدير و900 على أكثر تقدير. وقد قالوا هم غير، لا يدرون ماذا يحصل لهم، لأنه يأتي بجماعة يذهب بهم يقتلهم، ثم يرجع ويأخذ جماعة أخرى يقتلهم ويأخذ جماعة، فلا يعرفون ماذا يحصل. قالوا لكعب ابن أسد وهم يذهب بهم إلى رسول الله أرسال: يا كعب، ما تراه يصنع بنا أو يصنع بنا؟ قال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينزع، وأنه من ذهب منكم لا يرجع، هو والله القتل. ثم تقول السيرة: فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جلس يحفر خنادق مثل هذه ويأتي ببني قريظة الواحد تلو الآخر يقتلهم. الفرق أن هؤلاء يستخدمون البنادق، وهو كان يستخدم الذبح والقطع، وهذا موجود في السيرة. ومع ذلك نقول يعني الفرق أنه داعش صورت هذا الأمر وحطته على المواقع، ومحمد صوره لنا أو صورته كتب السيرة كما كتبها المسلمون ووضعوها لنا لقراءتها. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق بين الاثنين. فإذا لا نلوم هذه الجماعات، لا نقول أن هذا ليس من الإسلام، بل قطع الرؤوس. تخيل ما بين 600 شخص و900 شخص قطع رؤوسهم محمد في يوم واحد من بني قريظة من اليهود. إذا حتى اليوم لو 900 شخص قطعت رؤوسهم، هذه جريمة ضد الإنسانية اليوم، فما بالك بالأمس؟ 900 هذا عديد، عدد رهيب، عدد كثير جدا مقارنة بعدد السكان الموجودين في القرى التي كانت حوالي محمد. الأخ أحمد تفضل. أخ أحمد، ألو، مرحبا. مرحبا، تفضل. أريد فقط أخ رشيد أن أبدي ملاحظة فيما يخص الفقه التبريري الذي تحدثت عنه في حلقة ماضية. نعم. لأن هناك في القرآن وفي التراث الإسلامي ما يكفي من مسوغات القتل وجز الرؤوس. نعم. والمثال الناصع لهذا الفقه التبريري أو ما أحب أن أسميه الفقه الاستباقي، لأن هناك من
من يخاف من سقوط الإسلام عدنان إبراهيم، الفقيه عدنان إبراهيم، صح. يقوم بفقه استباقي يستبق به النقد الذي، لأن الإنترنت ووسائل التواصل مكنتنا من معرفة الكثير، صح. وهؤلاء الفقهاء يستبقون، ولكن عندما تضع، لأن كما يقولون لا اجتهاد بوجود النص. نعم. إذن هناك نصوص قرآنية تسوغ قطع الرؤوس، ويأتي عدنان إبراهيم ويريد بفقهه وبربطة عنقه أن المودرن، الفقه المودرن، أن يقنعنا بأن الإسلام لا يقطع الرؤوس. نعم. ثم أريد أحب أن أغتنم الفرصة لكي أعبر عن تضامني مع الأيزيديين والكرد وجميع العراقيين المسيحيين العراقيين أهل الأرض الحقيقيين الذين علموا الإنسانية أن تكتب. نعم. أن أعبر عن تضامني، لأن قرأت اليوم في بأن هناك ألفي امرأة أيزيدية سبايا عند داعش. هذا ما قالته النائب الأيزيدية المعروفة. إذن هذا ما أريد أن أقول، وتشرفت بالمشاركة معكم. الله يخليك أخ أحمد، أشكرك على هذا الاتصال، وأنا يعني أيضا أحيي فيك تعاطفك الإنساني مع الناس الذين يختلفون معنا في العقيدة وكل شيء، لكن أحيي فيك هذا الأمر، وهذا ما نريد أن يتعلموا الناس. نعم، شكرا. شكرا لك. شكرا. الأخ سعيد من الأردن، أهلا بك. سلام المسيح معك. سلام المسيح أخ سعيد. الله يسلمك، أنا في قمة السعادة أن أنا حكيت معك اليوم. الله يخليك، وأنا أسعد. خلاص، ناحية النصوص اللي عايز تحكي تتكلم عنها في اللي بتحط على الكتف. نعم. في مجموعة نصوص يعني تاخد مجموعة حلقات معها. صح. مثل اتمنى تكون تسمعني يا أخ سعيد. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت نعم قتلهم يعذبكم الله بكم، يعذبهم الله بأيديكم. نعم. نعم، لكن خليني أسألك سؤال. يعني أنا لحد الآن أعرضت بعض النصوص التي منها ضرب الرقاب وضرب الأعناق وضرب الرؤوس كما فسرها المفسرون. بعض المسلمين لحد الآن يقولون أنه قطع الرؤوس ليس من الإسلام في شيء. ما كيف ترد؟ لا، هذه نصوص مقدسة. مقدسة، هذا من القرآن. حتى يعني في بعض الناس مش متابعين ولا حديث بس دي من القرآن. كلها تقرأ القرآن ليل ونهار وتسمع القرآن حتى لما بيقراش بيه. هل أخ سعيد كنت مسلما من قبل؟ لا لا، أنا مسيحي. مسيحي أبا عن جد. أنا مسيحي بس مش بالاسم، يعني تابع كل حركاتك وعلى اجتماع يعني. نشكر الله من أجلك. فهل تظن أنه على المسلمين، يعني ماذا تظن على المسلمين أن يفعلوا؟ هل يتبرؤوا من دينهم أم يعيدوا تصحيح دينهم أم يعيدوا تفسير دينهم؟ ما الحل؟ التاريخ، مزبلة التاريخ ترحب بالإسلام، قلوا لقد تأخرت كثيرا. يعني بهذه القساوة ترى الإسلام. والإسلام يبتدئ الإسلام السياسي، وإنه حتى مش يعني مش قادرين يردوا. قدي أنت قدمت حلقات، وقدي جناب الخمس كريا قدم حلقات، ولا في أي ردود. لا من الأزهر ولا من الأزهر حتى يعني حد راد. صح. ولا ما يعني حتى ما. طيب، أنا أشكرك أخي سعيد على الاتصال بنا، وأتمنى أنه الناس يفهموا أنه وقت الإنترنت
معناه أنه انتهى الصمت، كما قال أحد مشاهدينا حاطط موقع اسمه انتهى الصمت، يعني انتهى فعلا الصمت، والآن فرصة لكل واحد يعني أن يراجع. وأقول أنه هناك أناس لا يبحثون في النصوص بقدر ما يريدون الدفاع عن الإسلام بأي طريقة، وأنا أسميه دفاع المصلحة لا دفاع الاقتناع. يعني الإنسان غير مقتنع، ليس أنه بحث في النصوص وشاف كيف فسرها المفسرون، كيف رآها الفقهاء، كيف طبقت في التاريخ الإسلامي، لا، أنا مجرد مدافع عن الإسلام لأنه ديني وانتميت إليه وولدت فيه، فينبغي أن أدافع عنه بأي طريقة، ظالم أو مظلوم. وهذه هي الفكرة التي تدمرنا لحد الآن. سأعرض حديث عن الذبح. هناك حديث في صحيح مسلم، كتاب الصيد، سأعلق على الكتاب، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. تحديد يعني تخليها حادة، تحديد الشفرة تجعلها حادة، جاء في باب الصيد، لكن في كتب أخرى جاء في باب آخر. بعض الأحاديث يتم تبويبها أحيانا في أبواب كثيرة وتنطبق مبادئها على أبواب كثيرة، فقد ترد في كتاب كذا وكتاب كذا. المهم مسلم وضعها في كتاب الصيد، يقول فيها محمد، والحديث صحيح، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني مش مشكل القتل، هو مشكل إحسان القتل، فأحسنوا القتلة، اقتلوا كويس، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، يعني إذا ذبحتم ذبحوا كويس، يكون الذبح إسلامي، يكون بطريقة مريحة للمذبوح، يعني مش مشكلة أنه سأذبحه لكن أريحه في الذبح، اذبحوا بشفرة حادة، وليحد أحدكم شفرته، خليها حادة حتى يذبح كويس، لأن الشفرة غير الحادة يمكن تسبب له بعض المشاكل، فاذبحه كويس. فليرح ذبيحته، فليرح ذبيحته، يعني هذا هو الحديث، ينبغي إراحة الذبيحة. لماذا قلت أنه هذا الحديث ينطبق على ما فعله المسلمون من مع الشخص الأمريكي وقبله بأشخاص آخرين؟ يشرح النووي، يشرح صحيح مسلم، ويقول وقوله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا القتلة عام في كل قتيل من الذبائح، كل، والقتل قصاصا وفي حد ونحو ذلك، يعني في كل شيء حتى تطبيق الحد. وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام، والله أعلم، هذا حديث جامع لقواعد الإسلام. فأحسنوا القتلة، إذا قتلتم اذبحوا، لأنه بالنسبة للمسلم الذبح هو أحسن طريقة للقتل، الذبح وإطارة الأعناق وضرب الأعناق هو أحسن طريقة للذبح. في التبويب البيهقي يضع هذا الحديث في باب قتل المشركين بعد الإسار، يعني بعد الأسر، بضرب الأعناق دون المثلة، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس، قال تنتان حفظتهما عن رسول الله، قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لاحظ الباب، مسلم وضعها في كتاب الصيد، البيهقي وضعها في باب قتل المشركين بعد الأسر، إذا ذبحتم المشركين فأحسنوا الذبح. سنسمع الآن فتوى لمحمد بن صالح الفوزان، أعتقد الشيخ الفوزان، شيخ مشهور في السعودية وعنده موقع، والفتوى لحد الآن موجودة على موقع سعودي، وهو عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، وممكن الرجوع لهذه الفتوى، فتوى ذبح الكفار. يعني نسمع الفتوى ثم نعود.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من فعل خالد القسي رحمه الله بالجعد بن درهم وتذكيته أنه يجوز تذكية الكفار بأمر ولي الأمر؟ هذا من صلاحيات ولي الأمر، يقتل إذا استحق القتل، يقتل المرتد، هذا مرتد، هذا مرتد يقتل، من بدل دينه فاقتله، ويقتل بأي وسيلة يراها ولي الأمر، إما بالذبح وإما بالإطلاق الرصاص وإما بالسيف، أي وسيلة يراها ولي الأمر، لكنه لا يعذب. يا قتلتم فأحسنوا القتل، لا يعذب، وإنما يقتل بآلة مجهدة. نعم. إذن الشيخ صالح الفوزان يقول المرتد يقتل، ويدع ويقول إذا أمر ولي الأمر، ينبغي أن يكون الأمر صادر عن ولي الأمر. طبعا في حالة يعني هم يعتقدون أنه بوضع الشروط خلاص يعني صار زالت المشكلة، حتى مع وضع الشروط المشكلة لا زالت قائمة، يعني يقولون لا يمكن لأي شخص أن يقتل إلا بأمر ولي الأمر. طيب داعش تقتل بأمر ولي الأمر، من هو ولي الأمر عند داعش؟ هو الخليفة البغدادي. لم تحل المشكلة، لا زالت قائمة. فإذا بش عندما يضعون شرط الحرب، داعش تعتبر نفسها في حرب، انتهت. إذا الأمر لا زال ساري المفعول، لم تحل المشكلة، حتى إذا قلتم آيات القرآن مشروطة بالحرب. وإذا قلتم أنه هذا الحديث إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح هو مشروط بأمر ولي الأمر، البغدادي أمر بذبح الصحفي الأمريكي. إذا الشيخ يقول المرتد يقتل، وبعدها بأي وسيلة، الذبح أو بإطلاق الرصاص أو بأي شيء. الذبح هو وسيلة من وسائل القتل في الإسلام، الذبح وبالحرف موجود على موقع تمول يعني حكومي، حتى أنه موجود على موقع الدولة وموجود من شخص يمثل الحكومة وعضو هيئة كبار العلماء إلى آخره، وله مناصب حكومية كثيرة وشخص معروف في السعودية، ولا موجود لحد الآن. المرتد يذبح بحسب علماء السعودية. ثم يقولون من أين أتت داعش بهذه الأفكار؟ منكم ومن تراثكم ومن كتبكم ومن فتاواكم. فالتعجب يدعوني أنا للتعجب. الأخ جون من إنجلند، أهلا بك أخ جون، أهلا بك. أخ جون مرة أخرى أحاول. تفضل. يا ريت تسمعني من التليفون، لأنه لو سمعتني من التلفزيون سيكون بيني وبينك فاصل زمني وستكون مشكلة. سلام الرب النعمة. سلام الرب معك، تفضل. أخ رشيد. نعم. أيام محمد كان الترهيب والترغيب، صح، فما كانش فيه سلاح أقوى من السيف، لأن كان الرمح والسيف، فكان اللي بيتضرب بالرمح في فرصة إنه يعيش، فكان بيقطع الرؤوس اللي هم كانوا الصعاليك، لأن محمد كان ضعيف في مكة، ولما راح المدينة ضم الصعاليك اللي هم كانوا بيقطعوا الطرق وللقوافل والنهب والسرع، وقتها كان بيخاف من أهل قريش لسه موجودين ولسه في ناس بتعبد اللي هم طردوه من مكة، وكان في يهود وكان في اللي هم النصارى، فكان في أديان ثلاثة، فكان بيرهب ويرغب، يعني اللي مش اللي عايز ينقذ نفسه يخش الإسلام يا أما تتقطع رقبته. ده وقت محمد. طيب القانون بيقول الجديد بيلغي القديم، صح، كان لغاية يعني نبص لحياة الإسلام من ظهوره
عايز ينتشر بأي طريقة، لغاية يعني لغاية لما غزوا دول الإمارات. الإمارات دي كلها كانت يهود، كل الإمارات دي كانت يهود، غزوا الإمارات. بعد كده خلاص مفيش، يعني عجزوا. هل لكن هل سؤالي، هل هناك نصوص مؤسسة لقطع الرؤوس؟ يعني هل ترى أن التاريخ الإسلامي وضع اللبنة الأساسية التي صارت عليها الجماعات الإسلامية؟ الجماعات الإسلامية هي ابتدت أول حاجة بقطع رأس المرأة اللي هي كانت بترضع ابنها اللي كانت بتهاجم الرسول. دي أول حادثة قطع رأس، وجابوا له الرأس بتاعتها لأن هي كانت بتنظر شعر في الإسلام. فدي كانت أول حادثة. حوادث يعني حمل الرأس لمحمد ضعفها الكثير من علماء الإسلام يعني. لكن قطع الرؤوس بصفة عامة لا يستطيعون نفي قطع الرؤوس. هقول لك حاجة أخ رشيد. نعم. ما المشكلة مش اللي قال الرسول. الرسول كان ضعيف وعايز يعمل لنفسه إمبراطورية. المشكلة في اللي جات بعد كده، الناس البخاري من بخارس كان كل ما يكتب ورق تقيل يوديه للصحابة يوزنوه يحطوا قصاد ذهب. الألباني من ألبانيا، مسلم من دار السلام، وانت طبعا كنت مسلم سابق وتعرف الحقائق دي. لا، بخاري من بخارة. احنا دلوقتي طيب بنجري الإسلام لغاية سنة 1950 كان الإسلام ضعيف. معلش أخ جون، أنا مضطر أكمل لأن أنا مش قادر أجمع الموضوع، مش فاهم يعني الكلام اللي بتقوله حضرتك. تشتيت الموضوع لا يساعدني على الاستمرار في نفس السياق، يعني ينبغي أن نركز. فالتركيز أهم شيء في مشاركة الموضوع. أتمنى أنه تفهمني يا أخ جون. الأخ آدم من الجزائر، تفضل. ألو. ألو أخ آدم، تفضل. مساء الخير. سلام الإنسانية. سلام المسيح معك. سلام بصفة عامة. تفضل. ألو. ألو، أنا سامعك أخي آدم. نعم، موضوعك مهم كتير. شكرا. بس يعني أنا عايز أننا نتكلم على الأصل. تفضل. فما لازمش يعني نتوقفوا عن تاريخ محمد، لأنه هو ديانته بناها على ديانات سابقة. تفضل. نعم. والهمجية دي لقطع الأعناق وكذا، هل هي موجودة في أديان سابقة؟ لو بحثنا لوجدنا أنها موجودة في المسيحية، موجودة في العهد القديم. الذبح والقتل وقطع وضرب الأعناق موجودة في العهد القديم. وأنا أعتقد أن نبي محمد بنى شريعته على الشريعة المسيحية. يعني الأصل هذه الأمور الهمجية موجودة في العهد القديم. طيب أخ آدم، خليني أسألك سؤال. هو المسيحية اعتمدت على العهد، عهد آخر سمي العهد الجديد، يعني عهد العهد هو علاقة، يعني وكأنه ربط علاقة ما بين الإنسان والله. والمسيحية تفسر أن العهد القديم كانت علاقة مبنية على أسس مختلفة عن العلاقة الجديدة التي بدأها الله بمجيء المسيح. فالمسيحيون يؤسسون إيمانهم على العهد الجديد ويتخذون العهد القديم للاستفادة من عبره. أرجو أن نفهم الفرق.
وجود العنف في العهد القديم لا أنفيه إطلاقا، أنا أقول أتفق معك أنك موجود وأي قارئ سيجد هذا الأمر باسم الرب، يعني موجود باسم الرب، موجود باسم الرب. لكن هناك خليني أفهم معك تفسير المسيحيين للعنف في العهد القديم وتفسير المسلمين للعنف في القرآن. المسيحيون يقولون أنه العنف في العهد القديم هو وصفي، يعني يصف ما حصل في فترة تعود ل 3500 سنة. لسنا حدث بأمر من الرب، يعني نعم باسم الرب، صح. الرب طلب ذبح وطلب ضرب الأعناق في العهد القديم. نعم، طلب القتل ليس بطريقة معينة، يعني ليس بالتحديد بالذبح كما نجد مثلا في القرآن. القتل بصفة عامة موجود، لكن الطريقة مثلا تحديد الطريقة ولا لازم يتم بهذا الطريق، لا أعتقد. لكن موجود، يعني إله العقد العهد القديم برد عن طريقة مثلا يوشع بن نون لما ذبح سكان أريحة قتلهم، يعني كان راضي على طريقة الذبح وضرب العناق اللي كان يمارسها الإسرائيليون في العهد القديم. طيب خليني لا أختلف معك في الطريقة، يعني هو قتل بصفة عامة. أنا عاوز أفهم فكرتي، يعني المنبع الشريعة الإسلامية هو المسيحية والعهد القديم. لا 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 لا, لا أتفق معك، خليني أنا أكمل الفكرة وبعد ذلك أنا أعطيك فرصة للرد. عندما نقرأ كمسيحيين نص في العهد القديم، نص مثلا عن أريحة، نحن نقرأ على أساس أنه وصف لما حصل منذ 3500 سنة وبقي في تلك الفترة، لا نأخذه الآن، نقرأه على أساس أنه حصل. ما هي النتائج التي أستفيدها كمسيحي؟ أنه ينبغي أنا أتعلم دروس من هناك، أنه ينبغي أن أتعلم مثلا بعض الدروس الإيجابية من القصة كلها، أنه مثلا يشوع آمن بالله، يشوع مشى بحسب ما قاله له الرب، هذه الأمور. لكن العنف في حد ذاته لا أخذه وأطبقه اليوم، لأنه ليس أمرا لي في ذلك الوقت. نعم، كان بأمر من الرب في ذلك الوقت، صح، ذلك العنف الهمجي، لكن تفهم وذبح وقتل، صح صح صح، لكن هو تفهمه في إطار 3500 سنة مضت. 3500 سنة مضت بمقارنة بما حصل مع 3500 سنة مضت وسط شعوب كانت تريد أن تقتل شعب الله، يحق لها الدفاع عن نفسها. مش بقتل الأطفال والرضع، مش بقتل الأبرياء. يا أخي من قال لك يعني أبرياء؟ إنسان من قال اليوم؟ لا لا، نعم، أسألك سؤال. نعم، أنت جزائري؟ نعم. تخيل الجزائر في 3500 سنة مضت، عندك شعوب محيطة بك كلها تريد قتل الجزائر، أنت أعطاك الله بعمل حرب للدفاع عن نفسك، يا إما تكون يا إما لن تكون. نعم، ولكن لا أقتل الأطفال والرضع باسم الرب. الحرب لا تستثني. أي إله يطلب مني أن أقتل الرضع؟ اسمعني، ليس هناك أمر بتخصيص الرضع. الحرب موجود في صموئيل الأول، موجود في صموئيل شاول. أنت الآن تخلط بين أحداث كثيرة. كنا نتكلم عن أريحة وعن يشوع. أنت يعني تقفز من سفر لآخر، كل سفر له خصائص. إله العهد القديم هو أمر أيضا بضرب الأعناق والذبح ولو في وقت معين. لذلك أنا قلت لك أخي رشيد أن مصدر الشريعة الإسلامية كثير منه هو جاي من العهد القديم. طيب أنا أقول لك أنه العنف في العهد القديم خاص بالعهد القديم ويفسر على أساس أنه كان دفاع عن النفس وانتهى بانتهاء تلك الحقبة، ليس أمرا في تفسيرك أنت أخي رشيد. لا لا لا، تفسير كل المسيحيين. الكنيسة كانت تقتل. لا 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 لا، الكنيسة كانت تقتل، كانت تعتمد على الآن في قتل الآخرين. الآن أنا قفزت لموضوع آخر، تطبيق الناس، ليس كل الناس مسيحيين، ليس كل الناس مسيحيين. الكنيسة في القرون الوسطى كانت تقتل باسم العهد القديم، باسم إله الجنود. لا 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 لا، الكنيسة ممكن ناس يحملوا اسم المسيح ويعملوا تصرفات ليس لها علاقة باسم المسيح. أنا لا أحاسب بعض المسلمين، يعني يا أخ آدم، يا أخ آدم، أيضا نفس الشيء ينطبق على المسلمين. لا لا، مش كل المسلمين نفس داعش مثلا. لا أنا لا أقول أن المسلمين، لو أتينا بمنطقك يا أخ آدم، عندما يتصرف مسلم بناء على آية قرآنية هذا ملازم للإسلام. أنا لا ألوم الإسلام عن تصرفات ليس لها علاقة بالإسلام، أنا ألوم الإسلام عن تصرفات لها علاقة بالنصوص. جدا رائع جدا،
فإذا في النصوص في الكتاب المقدس موجود نصوص للقتل، ليست أوامر في التفسير. لا ليست أوامر، لا يوجد موجودة. أي راعي في أي كنيسة يقول للناس تعالوا نذهب إلى القرية الفلانية لنمارس معها ما مارسه يشوع مع أريحة. فعلوا بجوزيف سميث في أمريكا، الكنيسة الإنجيلية قاموا بتحريض الناس لقتله. لا أعطني المصادر، يعني أنت تقول كلام. يعني تاريخ المورمون معروف مثلا، هذا كمثال. لا يوجد أي شيء. لا موجود. أعطني تفسير، أنا مثلا أعطيك تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي، تفسير الطبري، أعطني تفسير عالم لاهوتي معروف مثلا قال أنا أفسر هذه الآية أنه ينبغي أن نطبقها اليوم. لا يوجد. تتكلم كلام عام، أنا أعطيك بالمراجع. يعني هل تقارن أي كلام عام يعني أنا أقوله أفتري على الإسلام؟ المهم هناك نصوص مقدسة سواء في الإسلام أو في المسيحية تأمر بالقتل والذبح وضرب الأعناق. صح. إذن لا يوجد اختلاف بين الإسلام. لا يوجد اختلاف. العنف الوصفي ليس هو العنف الإلزامي. العنف الإلزامي عندما أعطيك أوامر وأقول لك أنه ملزمة للأمة الإسلامية في كل زمان ومكان بشرط توفر الظروف المناسبة. العنف العهد القديم هو بقي في العهد القديم وليس إلزامي لكل مسيحي، هو وصفي فقط، يصف مرحلة معينة وانتهت بانتهاء تلك الظروف. فهذا فرق شاسع بين الاثنين. فأنت تريد أن تجعل العنف العهد القديم أخ العنف في القرآن، وهذا ليس صحيح. ليس صحيح. من بدل دينه فاقتلوه، هذا أمر لكل مسلم أن يقتل المرتد في أي مكان. موجود أيضا في العهد القديم. لا موجود قتل الإسرائيلي الذي يذهب لعبادة الأوتان أو يذهب لعبادة إله آخر. هذا أيضا وصف لحالة شعب يعيش ظروف خاصة. يا أخي رشيد، أنا تهمني أنه مهما كان الأوقات أن الله أو الرب المسيحي في وقت من الأوقات أمر بالقتل والذبح وضرب الأعناق. هل يعني أسألك سؤال أخير، هل يحق لشعب الله أن يدافع نفسه عن 7 شعوب تريد قتله؟ لكن ليس بقتل الأبرياء. هل يحق، جاوبني أنت تهرب من الجواب. يعني هل يحق يا أخي، هل يحق لشعب أن يدافع عن نفسه أمام 7 شعوب تريد قتله؟ طبعا. هل يمكن في الحرب إنسانية، هل يمكن في الحرب أن أستثني أقول لهم طلعوا الأطفال شوية بعيد، أنا ههجم على القرية بتاعكم، طلعوا الأطفال طلعوا النساء، أنا ههجم بس على الرجال. أنت تتكلم عن شيء مستحيل تطبيقه على أرض الواقع. لازم نقتل الرضع، الأبرياء اللي مش يعني عندهمش ذنب واللي مش قادرين يدافعوا عن نفسهم. يعني استقصادا يا أخ آدم، ما تكونش فكر الروح الإسلامية أنه لمجرد دفاع عن الإسلام أدخل كل الأديان معه في نفس السلة. مش أنا قلت لك أن الهمجية الإسلامية عندها مصدر في الهمجية المسيحية. لا لا لا، أنا لا أتفق معك. والنصوص المقدسة موجودة. المسيح علمنا أن الله محبة، قال أن الله محبة، وأساس المسيحية أن تحب الإنسان قريبك مثل نفسك. هذا هو الأساس بتاع المسيحية، قال أنه تحب الإنسان وتحب الله. فالفرق، أعطيني آية في القرآن تقول لك أن الله محبة وأنه ينبغي أن تحب كل إنسان باختلاف الدين، باختلاف العرق، باختلاف الجنس. أعطيني أي آية في القرآن. إيه أنا قلت لك هذا كلام جميل، أنا لما قلت لكش أنه ما فيش أشياء جميلة في العهد الجديد. وهذا مبدأ، هذا المسيح قال أعظم وصيتين. لكن من جهة أخرى الرب يقول لا تقتل، ومن جهة أخرى الرب يقول اقتل. في حالة ما يعني نعيد نفس الشيء أخ آدم، نعيد نفس الشيء. يعني هو دفاع عن النفس ووصفي وانتهى بانتهاء العهد الأطفال. يعني وكأنه رغم ولو طارت معزة، يعني احنا ندور في نفس الحلقة. أتمنى أنك تكون استفدت من هذا الشرح، وأتمنى أنه الإخوة لا يقرنون بين فرق بين هذا العنف وذاك العنف. وأشكركم على متابعة هذه الحلقة، ولي لقاء معكم في الحلقة القادمة بنعمة الرب. إلى اللقاء.